السلام عليكم، هلا فيكم في فلوق جديد. اليوم الجمعة عندنا، طبعا اليوم العيد يعتبر. عندي 3 كلاسات الحين بروحهم ورا بعض على طول، اللي هو أول واحد سيركت 1 باقي 30 دقيقة ويبدأ، وبعدها كالك، وبعدها فيزيكس 2. طبعا الساعة الحين عندنا 12:30، يبدأ كلاسي واحدة يخلص 1:50، يبدأ الكالك الساعة 2، خلص 2:50، يبدأ الفيزيكس الساعة 3، وخلص 4. يلا نبدأ. هلا هلا. هاي. هلا شلونك؟ شلون اللاب؟ مو اللاب، البري لاب، بري لكتشر. شنو؟ بري لكتشر فيزيكس. اليوم التسليم. كم ساعة؟ 3. انت ما تسوي بري لكتشر صح؟ بري لاب لكتشر بالكتاب؟ لا بري لكتشر مو لا بري لكتشر. شو تسوي؟ لكتشر حق فلبت فيزيكس. هلا والله، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ والله بد الحمد لله. شو مسوي؟ طيب الحمد لله. شو مسوي؟ والله بد والله كويسين الحمد لله. والله بد. نزلت سيركت ولا؟ لا والله ما يمدي انزل سيركت. اي والله اموركم طيبين؟ والله بد الحمد لله. يلا عاد نشوف. اوكي حياك الله. حياك الله. حياك الله. مع السلامة. السلام عليكم. هاي شو الاخبار؟ شلونك؟ طيبين الحمد لله. توك بادي دوام؟ لا والله تجاني جيتك ذيك الجهه. جاي من كلاس. هناك شو الكلاس ذاك؟ ميوزك ذيك الجهه؟ لا عندنا كلاس حق فلود. فلود؟ ايه. اقول لك انا كلاس هنا كلاس هنا. انا كلاس من اخر المبرد. إيه. اول المبرد. انا كلاس هنا. توني طالع من كلاس هنا الحين. انا لو استمر الدوام يومين انحى. يعني قصدك ما راح تداوم يوميا؟ بعد جاك متقبلين يا شو؟ ها؟ ميكروس؟ ها؟ ها؟ كم مكاسب؟ هذا قاعد يسولف عطانا ورقه قال يلا براكتس اسئله. ايوه؟ قاعد يحل سبوره قال خلاص يلا. اخذ الاوراق ولا ما اخذها؟ لا كويس. انا بروح بلحق كلاس. كم سايب؟ توك تبدا انت الحين؟ الحين 12 كلاس الثاني. 12 نفسي. باقي كلاس عندك؟ الله يكون في عونك. كيف تقول؟ شو تقول؟ شنو؟ قدامك 5 كلاسات. من كم ساعة؟ كلها 5 كلاسات ورا بعض؟ من الساعة 10 لين الحين. احنا فينا لونج اوف خلاص. بس شو بيعطونك؟ شو اللي بيعطونك والله واجبات؟ هذا كله احد واجباتك. وبكذا خلص دوام اليوم. صرت 3 كلاسات بس والله تعب. ونبدا الويكند الحين. الساعة عندنا 4:15 الحين العصر. بروح الشقة اريح شوي و بنتظر الشباب يخلصون ونشوف ايش بيسوون.
اتوقع بنهي الفلوق الحين خلاص، من وعدتكم ان ما اخلي الفلوق طويل. ففي نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.